الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى على ابنك يتيما فآوى وبدنك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا ضاقت فانصر وإلى ربك فارغب الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ولدنا ورسلنا فهدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبرور فما أنتم فبحثوا في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كثر وتولى ألم يعلم أن الله يرى الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا لئن لم يربي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فادع السعادة كلا لا تطيع هو سجود واقترب الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عاديات قد عند الموجات قد عند المطيرات سبحان فأبرنا في نفعها إن الإنسان لربه لنبوه إنه على ذلك لشهد وإنه لحق الرحيم لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحشر على الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقدير الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نستنقذ الجنة ونعوذ بك من النار. يا صارغ الجنة والنار. برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر. الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة التنازل حتى تركم المقابل ألا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضى الجحيم قل فاضرب لنا عين اليقين ثم ارتحل ابن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أكبر. سمي الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا معدا يحسب أن ماله أقردا كلا يمنى النبي حصنة وما أخرجنا الحصنة لا هم ظالمون ولكن لم تطلع على الأفئدة إنما عليهم مؤصدة به عمل مؤكدة والله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمي الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا دار اللهم نجنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يدبر بالدين وذلك الذي يدعو السبيل ولا يحث على طعام المسكين فقير للمصلين الذي يدعو عن صلاته فهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فاصبر لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون لا أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أعبد ما تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
أصغر. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء رسول الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المصدق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس ومن الناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمِنْ واحشرني في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا فقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل قرآن من القرآن وبكل سر من القرآن وبكل حديث من الألف والفتى وبالباء ضربة وبالتاء ثوبة وبالفاء ثوابا وبالجيم جمالة وبالحاء حكمة وبالقاء خيرا وبالدال دليلا وبالباء زكاء وبالصين سعادة وبالشين شفاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالصاد صدقة وبالقاء ضياء وبالطاء طيرا وبالصاد صغيرا وبالعين علما وبالغين غناوة وبالفاء فلاحا
وفي الغربة وفي الكاد كروانا وفي الله نصنا وفي الميم موعظة وفي النون نورا وفي الغاء مسلا وفي الهاء هدايا وفي النور نورا وفي النور نورا وفي الغاء مسلا وفي الهاء هدايا وفي الهاء هدايا وفي الياء يقينا اللهم اهدنا فيمن اهدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رضيت وقنا شر ما قضيت فانك ولا يقضى عليك إنه لا يعزنا عليك ولا يزل من والديك تبارك ربنا وتعاليك نستغفرك الله ونتوب إليك اللهم شقق شمرهم اللهم دمع ديارهم اللهم اشفق دمارهم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وقتنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا عظمة المسلمين لك وأهلا بنفسك لا وقف علينا إنك أنت التواب الرحيم وقتنا وضعت فيهم رسولك منهم يتلو عليهم آياتك ويعزهم الكتاب الحكمة والتزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فسمعنا أولئك بجانب الإيمان الأهل بربكم سلامنا وفر إنك من تدخل النار فقد أخزينا وما للصالحين من أنصار وفر إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان الأهل بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقهم فلا مع الأسرار وفر وآتنا ما أمرتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تظلم الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب ارحمهما كما ربيان صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيان صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيان صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من القوم كذلك نجزي المؤمنين كافرته من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين ونجنا برحمتك من القوم اليهود والنصارى ونجنا برحمتك من القوم الاسرائيل اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وعلى خلق عبدك فبعتك ما استطعت فاعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتي عليك وأبكو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا بسم الله الذي لا بد مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا صلى الله عليه وسلم سبحان رب الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم يا نبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا تسمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا نسمع اللهم إنا أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا وعلما متقبلا اللهم
اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وجلته ويوم القيامة ومعرجه. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك الجزاك رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من ذلك الفرج إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ويسر لنا يا أرحم الراحمين، ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا لقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
المتقين وقل لعبدي قرا يتبع وكفر إليك قبلهم من قرن هل تحصرهم من أحد أو تسمع لهم الكجا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام